حضرتك القطعة بتاعتك في مأخذ 21. أيوة. وحضرتك اتقدمت للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتقول لهم لو سمحتوا أنا عايز أستبدل الأرض بتاعتي. الاستبدال ادى للناس فكرة إن معظم الناس عايزة تبدل أراضيها، وعمل مشكلة كبيرة جدا. أنا عايز أواجهك ليه؟ أنا راجل دخلت مزاد. صحيح. أولاً كمهندس زراعي. كمهندس زراعي. خبراتك تمتد ل 30 سنة في الصحراء. وأرض سيناء ليها قدسية في حياتنا. تمام. قدسية خاصة. تمام. من ناحيتين، أنا كمصري وأرض سيناء تعز عليا، وليها دافع نفسي من جوايا إن والدي شهيد قوات مسلحة في حرب 73. والدي اشترى أرض سيناء بدمه. أنا اشتريتها بشقة عمري. تمام. أنا اشتريت من هيئة التعمير أرض مستصلحة، أرض جاهزة للزراعة. تمام. عايز أي مسؤول في الدولة ينزل يوريني الأرض المستصلحة إيه المواصفات بتاعتها، ليها مقاومات، المقاومات بتاعتها أرض متساوية، وإن كان فيها نسبة ارتفاعات وانخفاضات حاجات بسيطة، وبعد كده فيها بنية أساسية. البنية الأساسية دي إحنا بنقولها كتير، لكن هي تتركز في ثلاث حاجات: كهرباء، مية، طريق. ما شفناش حاجة من الحاجات دي. دي نقطة. النقطة التانية، لما جيت عرض علينا ده ما كانش بناء على الرأي أنا، ده كان طلب الهيئة نلم أراضيكو على بعضيكو وتيجوا ننقلكم من الناحية دي للناحية دي عشان البنية الأساسية. اتعرض من مين يا فندم؟ اتعرض من السيد الدكتور محمد الشحات في اجتماع إسماعيلية، والاجتماع بتاعه مسجل. أنا بقترح عليكم تيجوا بتوع 21 ننقلكم من 21 نحطكم في 22 عشان نوفر التكلفة بتاعت البنية الأساسية. احنا تضمنا وتعاونا مننا ان الهيئة تطلع خطوة لقدام، ما عندناش مانع. انا راجل مقدم على 22 فدان، هي دي الارض اللي عجبتني بكل مواصفاتها واستلمتها. انتوا قلتوا اخر ارض بتروى في مصر رايا بحاري، انت كنتوا مديني الارض وانتوا عارفين ان احنا نخش في المشاكل دي ولا مش عارفين؟